مرحبا. التكنولوجيا تتقدم بسرعة، وعلى الرغم من أنني أؤيد أننا بحاجة إلى الحفاظ على أساليب حياتنا التقليدية، إلا أنني أعتقد أيضا أنه يجب علينا مواكبة التكنولوجيا. التكنولوجيا بالنسبة لنا هي المفتاح الذي يفتح العديد من الأبواب ويؤدي إحدى هذه الأبواب إلى أماكن بعيدة، إلى الأشخاص البعيدين حتى نتمكن من الاتصال والبدء في مشاركة حياتنا، وهو ما لن يكون ممكنا أبدا بطرقنا التقليدية. هذا هو مشروع تدريب الأيكيدو الجديد الخاص بنا، ومعه أتمنى وآمل أن ألتقي معكم وتحقيق الأشياء معا وتوسيع عائلة الأيكيدو. أصبح الأيكيدو معنى حياتي، منحتني أشياء كثيرة، وسأكون سعيدا إذا كان بإمكاني فعل الشيء نفسه في حياتكم مع هذا المشروع. الآن مرة أخرى، مع المحبة والاحترام لكل فرد من أفراد عائلتي الجديدة في الأيكيدو، دعونا نبدأ التمرين.